السلام عليكم أعزائي الطلبة، رحب بكم في هذا الدرس الجديد من دروس اللغة الإنجليزية للصف الأول المتوسط، عندنا صفحة 48. What's the matter؟ ما المشكلة أو ما القضية؟ خلينا نشوف. يقول read and work it out، اقرأ واكتشف. عندنا هاي الصور اللي موجودة، طبعا راح تلقوها وين؟ بالدرس السابق، هذا الدرس اللي يعني شرحناه تقدرون تشوفون صفحة 30. هذا أوكي، هذا الدرس زين على ضوء، احنا راح نشتغل هذا وبسيط. هاي المواقف اللي صارت مع هؤلاء الاطفال. يقول now answer the questions about the people in the student book، والان اجب عن الاسئلة اللي تتعلق بالناس في كتاب كتاب الطالب. احمد has gone to the beach، احمد قد ذهب الى احمد has gone، sorry، has احمد gone to the park، هل احمد قد ذهب الى المتنزه؟ no he hasn't، راح تنفي اللي هو هذا هنا. زين he has gone to the beach، ما راح هو للبارك، راح لل ما راح للبارك، هو راح شنو للبيتش، للشاطئ. Has Tamara forgotten her pen؟ هل تمارا قد نسيت قلمها؟ تمارا نسيت القلم مالتها؟ No she hasn't، she has forgotten her English books، كلا هي قد نسيت كتبها الإنجليزية. هاي الصورة زين. Why is Zina excited؟ ليش زينة منفعلة أو متحمسة أو يعني متحمسة أو مرتاحة؟ هاي زينة. What is it زينة؟ Why are you so excited؟ فكان الجواب لأنه والدها والدها هنا dad found he has bought a new computer، والدها اتصل وقالها her dad has bought her dad أبوها has bought her a new computer، اشترى لها حاسوب جديد. Why is Salman frightened؟ لماذا سلمان خائف؟ He has just read a ghost story، هو لتوه قرأ قصة شبح اللي هو هذا، فهو خائف. أوكي أعزائي، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.